Hold my head inside your hands. ندخل بعد كده في معنى كلمة هرطقات. هرطقة معناها تعليم غلط ببساطة، يعني اختيار جزء من الكل أو التركيز على جزء من الكل في العقيدة أو في الفهم اللي الله أعلنه لنا في الكنيسة. الجذر الأساسي جدا، القائم المشترك الأعظم لجميع الهرطقات اللي ظهرت في القرون الأولى، هو استنجاس مادة الكون وبالتالي الجسد الإنساني، وبالأخص جدا موضوع الأكل وشرب الخمر والزواج. ده كان مشكلة عند اليونانيين، لأن الفكر الأفلاطوني عندهم كان بيقول إن الله الإله الطيب خلق الأرواح، ولما أخطط إله تاني على مستوى ضعيف كده صغير ديميورج خلق العالم المادي علشان يحبس الأرواح دي تعاقب في أجساد مادية، وتفضل تجاهد الروح بتاعت الإنسان نفسه ضد الجسد والجسد ضد الروح لغاية ما يموت الجسد وتنطلق الروح ترجع تاني لعالم الأرواح. الفكرة دي خدوها الجماعة اللي هم أصحاب المعرفة أو الخلاص بالمعرفة اللي هم النوستيكس، وتتكتب بحرف جي في الأول جنوستيس، جنوسيس اللي هي جاي من نوس يعني عقل، وجنوسيس أو اللي هي جاي منها نوليدج ودياجنوسيس يعني التشخيص. ف الجماعة دول كانوا يؤمنوا إن المادة وكل ما فيها حقيرة ودنيئة ويستحيل تكون من خلقة الله. الأفكار دي كلها استمرت، وفي القرن الثالث في واحد اسمه ماني من منطقة العراق وفارس أخذ الكلام ده وزوده كمان، وابتدى بقى يوضحه، وكان يعني ليه شعب وكنيسة متطرفة، وهو الشهير بأنه هو أب الديواليتيز، الثنائيات، الروح والجسد، الفكر والعمل، التأمل والعمل. ومن هنا جت كل الثنائيات بتاعت أهل العالم وأهل الكنيسة أو الرهبان أو المتبتلين. كل الثنائيات دي جت بسبب الاختلال الأساسي في فهمنا إن المادة مقدسة وبالتالي الجسد مقدس، وكل أنشطة الجسد مقدسة، الله هو اللي عملها. وكانوا يعتقدوا إن الجنس ده يعتبر شيء رديء جدا في الإنسان، وهو أساسا موضوع خطير وخطية. وزي ما هنقرأ من كتاب The Sacrament of Love لبول اف دوكيموف، إن كان منتشر جدا فكرة استنجاس الزواج، أو إنهم يقولوا طب وماله نتجوز بس بلاش نعاشر بعض جنسيا علشان ده موضوع واطي قوي. وطبعا في وقت ما في القرن الرابع كانوا بيحاولوا إنهم يقولوا الكهنة اللي بيمسك الذبيحة المقدسة على المذبح يستحيل يكون أصلا بيعيش حياة جنسية مع زوجته، لأن ده موضوع يعني قبيح إن احنا نتخيل إن هو كان بيعاشر زوجته وبعدين ماسك الجسد والدم، فعايزينهم كلهم يبقوا متبتلين. اللي وقف في الحتة دي في مجمع نيقيا راهب مصري اسمه بافنوتيوس، وهو اللي رفض الفكرة دي وصرخ بصوت عالي إن لابد إن الكهنة يفضلوا متزوجين. فضلت الكنيسة في الغرب تحرك على الموضوع ده لغاية ما نفذته في القرن الحداشر لما انفصل الكنيسة الكاثوليكية عن الكنيسة الأرثوذكسية في الشرق، وفعلا أصبح ليه مشاكل بنسمع عنها في الأيام دي أكتر، إن الخادم اللي موجود في العالم، حاضر نستعمل التعبير ده إن كان غلط يعني، يفضل جدا ان هو يكون متزوج علشان خاطر يقدر يفهم مشاكل الزوجية والعائلية والتربوية ويقدر ان هو يدي نصيحة. فكرة استنجاس المادة بقى وانها مش خليقة الله العظيم فضلت موجودة في العقل الباطن بتاع الناس اللي في الامبراطورية الرومانية والفكر الهيليني، الفكر البيزنطي، وفي كل منطقة الميدل ايست بقوة شديدة بسبب النوستيسيزم والمانيكيزم اللي شرحته. ده كان السبب الأساسي للهرطقات الكبيرة بتاعت أريوس وأطاخي اللي هو يوتيكس ونستوريوس، لأن هم قالوا باختصار شديد جوهر الله يستحيل يتحد بجوهر الخليقة. فلو اتحد طبيعة اللاهوت جوهر الله النارية دي بطبيعة المادة المخلوقة، يبقى واحد فيهم لازم يتلاشى أو يقعدوا جنب بعض لكن ما يتحدوش مع بعض فعلا. فجي أريوس وقال هو في الحقيقة المسيح يعني مش إنسان عادي لكن مخلوق برضه، ما هوش خالق، و
لانه يعني بس شخصية عظيمة قوي، حاجة ما بين الله وجوهر الله وجوهر الانسان، لانه مستنجس اتحاد الطبيعتين ببعض. نفس الكلام قاله وطاخي يوتيكس، قال لك لا 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 هو مش انسان، لا لا هو مش مخلوق، ده هو اله خالص. طب ما ايه موضوع الجسد ده؟ قال لك زي الجماعة بتوع الدوسيتيزم اللي هم الخياليين، او ان كان يعني الجسد دوت مجرد إلوجن، شيء ربنا بيضحك علينا بيه عشان خاطر يظهر لنا بس، ف يعني يخلينا نحس ان هو ليه جسد لكن هو في الحقيقة ملوش جسد، وكانت الطبيعة البشرية دابت في الطبيعة الإلهية زي نقطة خمر او خل او عسل في المية. انا سمعت الثلاث احتمالات دي في التفسير للي قاله أطاخي، يعني نقطة في محيط، نقطة في بحر، فهو في الحقيقة إله خالص. ليه برضو؟ استنجس اتحاد طبيعة الله بالطبيعة المادية. نسطور بقى حاول ان هو يصلح المشكلة دي، قالك لا 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 هو إله فعلا مية مية، هو إنسان مية مية، لكن الإله حل في الإنسان وفضلوا الاثنين juxtaposed، يعني موجودين إلى جوار بعضهم البعض، لكن اتحاد كامل طبيعي حقيقي، وان الحبل دي العذراء ده كان هو ابن الله المتجسد، الكلمه صار جسدا فعلا. لا لا مش بالظبط كده، واخدين بالكم؟ هو برضه نفس الفكره، استنجاس اتحاد الماده بطبيعه الله. فالثلاثه دول يعتبروا هم قمم المشاكل بتاعه الكريستولوجي، طبيعه المسيح، اللي كانت موضوع حامي جدا في القرن الرابع والخامس، وحوارات شديده قوي على الموضوع علشان خاطر نحاول نتفهم طبيعه المسيح. وطبعا القديس أثناسيوس وكيرولوس الاسكندري هم من أعظم أباء الكنيسة اللي أكدوا مفهوم الكنيسة واختبارها والحياة بتاعتها اللي كانت عايشاها. وعلى فكرة كان في قوانين إيمان كريدز يعني موجودة قبل قانون نيقيا، بس هم جمعوا كل التعبيرات اللي كانت موجودة وحاولوا أنهم يوصلوا لتفسير الموضوع ده بصورة وصيغة اللي احنا بنقول نفس الاتجاه والفكر في العقل الباطن اللي كان عند أريوس وأطاخي ونسطور، هو أيضا اللي كان موجود في أفكار الغنوصيين والمنويين، وللأسف كانوا منتشرين في الشرق الأوسط وانتشروا في الصحاري عندنا، واختلط فكر الرهبان بحاجات كتيرة هنجيلها بعد شوية، ازاي ان كان الراهب يخاف المرأة جدا، والقصة الشهيرة جدا بتاعت الراهب اللي خد طفل اتربى في الدير ما شافش الدنيا، خرج بيه ايه ده يا أبانا، فقال له ده بيت، وايه ده دي أفة، وايه ده شاف بنت جميلة جدا، فقال له دي الشيطان يا ابني. فلما رجع الدير بيقول له ايه اكتر حاجة عجبتك في المشوار اللي شفناه في المدينة، فقال له الشيطان. طبعا التعليم ده تعليم غنوصي مناوي قح لا شك فيه، احنا بنقولها على سبيل المزاح، لكن الافكار دي لو دخلت في العقل الباطن بتاعت اولادنا هتسبب مخاطر كبيرة جدا، لان بيستنجس الجنس والمرأة والمادة. نشوف الأنبا بيمن قال لنا إيه على الأفكار ديت. بيقول في كتاب المسيحية والجسد صفحة 66 و67، والذي أدخل إلى التصوف المسيحي مفهوم النسك الخاطئ القائم على منهج الثنائية بين الجسد والروح هي العقيدة الأفلاطونية التي تسربت إلى المسيحية، وكانت تنادي بأن العالم المادي ليس من أعمال الله، وأن كل ما هو مادي فهو حقير، ولكن كل ما هو مجرد فهو راقي. وبعدين يكمل ويقول تعليم مانع عن تضاد الروح والجسد وتضاد المادة وعالم الروح وتضاد العقل ورغبات الجسم المادي، يؤدي أحيانا إلى التعليم بسمو البتولية على الزواج، وده شيء غير إنجيلي، ومفروض أن الكنيسة تشجبه وتأكد أن الزواج والبتولية الاثنين مع بعض. أصل مش ممكن الله يكون رأى أنه ليس حسنا أن يكون الإنسان وحده فخلق التميز الجنسي، وبعدين إحنا نيجي نقول له بص يا رب إحنا هنعدل عليك. لا، هو من أحسن أكتر أن الرجل يبقى لوحده والست تبقى لوحدها. واضح أن الكلام ده ضد اللي موجود في سفر التكوين، وحنيجي لكورنثوس الأولى أصحاح 7. وقد حرم مجمع جنجرة في القرن الرابع كل الذين علموا وأدانوا الزواج أو كانوا يحرضون على التعفف بالامتناع من الزواج، وقوانين الرسل تحكم على الإكليروس والعلمانيين الذين يمتنعون عن الزواج وأكل اللحم وشرب الخمر باعتبارها نجسة، وتسميهم مجدفين على عمل الله أي الخليقة. أعتقد كده فهمنا جدر الهرطقات كلها في استنجاس المادة والجسد، وإزاي إن ده أدى لمخاطر كبيرة في تاريخ الكنيسة. ونكمل.